مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع ملف العقار اللي كان ضحية ديالو عدد كبير من المغاربة. مشاهدينا الكرام، اليوم عنا الأخت أمينة. أخت أمينة ضحية هذا العقار، والأكثر من ذلك أنه تعرضت النصب قبل ما تفطن لهذا الأمر. تصلت بالأخ ديالها وكانت هي السبب انه هو تعرض للنصب. مشاهدينا الكرام، الاخت امينه لها مسار طويل في شركه خاصه ملمه بمجموعه من الاجراءات، وفي الاخير تفرض عليها ان تعلم القانون في اطار هذا الملف. مشاهدينا الكرام، حيثيات القضيه وبطريقه مدققه غنشوفوها مع الاخت امينه. سبق لي شفت فيديو ديالها في مغارب نيوز، ما ادهشني كثيرا هو طريقه السرد ديالها القصه بدقة. غنشوفوا مع موضوع اللي عانوا فيه المغاربة بشكل كبير في المغرب وخارج المغرب، حوالي أكثر من 90 مليار، كيفاش مشات. تبعوا معايا أختي أمينة، إذا كان ممكن تعاودي معايا القصة ديال هذا الملف، كيفاش بدات من الأول، من شريتي أنت وحنا هابطين، تبانت لكم الأمور ليست على ما يرام، تم بالنصب الاعتقالات، الملف بيد القضاء الآن، وأنت ضحية أنت، وقلتيها لخوك، خوك تا هو شرى. روي معنا القصه من الاول ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا غادي نحكي لكم القصه منذ البدايه، لاننا الناس اللي تعرضوا مؤخرا للنصب فهم ابتداء من 2017 حتى 2019، هذو هما اللي خذوا المبالغ الكبرى. انا غنبدا لكم من 2015، اللي الفتره اللي كنا شينا فيها حنايا، كان هو هذا المدعو الوردي انه كان خد اراضي في محمديه بلا الناس، استفدوا الناس سكنوا. 2015 مشينا، كان مشروع بلا لا داعي لذكر الاسم مشروع، حتى لا تنهضر على القضيه ككل، كمجموعه ضحايا مجموعه باب دارنا. كنا تنقلبوا على باش نشريو شي شقه، مشينا جميع عند مقاولين كبار اللي كاينين في البلاد، وداك الشيء ما داروش معنا التسهيلات، كان مبالغ كبيره ما كانتش مستطاع ديالنا ديك الساعه. في الاخير اكتشفنا بان باب دارنا راه عندها مشاريع تتقوم بها وداك الشيء، مشينا عندهم، عطانا فيسيت دي بايمون، سافي دي غادي تدفع 30% في لا بروميير فوا، ملي تيبداو الاشغال ديالهم غادي تبداو ثاني دفعه اخرى، دو زون سافي دي عامين من بعد غادي تكمل لهم كل شيء. دونك حنايا جاتنا مزيانه، عيطت الاخ ديالي قلت له فوالا القضيه فيها وفيها وفيها، قال لي ما كاين حتى مشكل. الاخ ديالي استقصى هو مسكين توا تجر توا بهذا، مع العلم انه عنده دراسه عليا وعنده ما شاء الله عليه، ما غاديش نقدروا نمشيو زعما غادي نطيحوا بلا ما سولنا. انا شخصيا مشينا عند الوردي، كان بعدا كوميرسيال، كانت واحد الاخت كوميرسيال، كنت متبعه مع القضيه. واحد الوقت نعيط لها ما تبقاش تعيط لي، ما بقاش تجاوبني، ما فهمتش. دابا المديره الماليه الحاليه دابا، قلت لها كيفاش اسم ديال ديك الكوميرسيال، قالت لي لا اختي اوسبيتاليزي. قلت لها علاش؟ قالت لي انها مريضه عندها هذا، وهي لا اكتشفت النصب، هي عندها دريز ما شاء الله على زي في هذا المجال، اكتشفت النصب ديميسيونات ولا مرضات، مشات في حالاتها. بقينا نتبع القضيه، مشينا بقينا شي دوزون تنبقاو لو فايفيان. قال لي لا وما قدرناش وما بديناش وهذا. قلت لي ما كاين مشكل، قال لي دابا الدومين، قال لي لنا داك الثمن اللي عطيتو في الارض راه ماشي هو هذاك الدومين، خصنا نكملوا معاهم هما عاد نشوفوا مع الورثه ديالهم الارض. قلنا اوكي، داك الشيء طولنا من 2015 حتى 2019. هما ديك الساعه استاذ عطيتو الفلوس؟ يا بلاتي حنا غنرجعوا. مشينا يا سيدي، قالت لي كوميرسيال، قلنا ما كاين حتى مشكل، مشينا للبنك دفعنا الشيك ديال اون بنك بلا ما نقول الاسم ديالها، مشينا عند النوطير. اول كلمه قلت للنوطير، خديت الكونترا دو ريزيرفاسيون بروفيزوار، قريتها كلشي وداكشي. قلت له الاخ الله يجزيك بخير، بغض النظر على كانك نوطير كشخص او كصديق، غادي تنصحني هذا السيد اش تعرف عليه؟ قال لي الله يا ودي سري محمديه تجي شوفي، وغادي تشوفي الراجل معروف في المارشي. قلت يا با بروبليم، قلت له صافي ما كاين حتى مشكل. انا في الكونترا دو ريزيرفاسيون سولت تيتر فونسي واش عنده، انا لقيت تيتر فونسي نيميرو، دونك داك التيتر فونسي ماشي ديالو هو، ديال مول الارض اللي كان هكا تصبيقات كوعود شراء فقط، ماشي هذا. ملي شفت انا تيتر فونسي قلت صافي ما كاين مشكل.
التعطال حتى الاخ ديالي قال لي دو زون با بروبليم. كملت دو زون مشينا ما كاين والو مشينا ما كاين والو. على فا 2019 مشيت عنده قلت له شوف مسي الوردي فين وصلتي. انا مشيت للارض لقيت الحال حراتيه الارض حراتيه. قلت له فين وصلتي وانا عندي معطيات. مشيت عند مول الارض وهضروا معايا. قلت قال لي لا 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 امينه صافي ارياتي لشك سيرتيفيي اللي غادي نعطيو باش نبداو. قلت له مسي الوردي صافي اون فو ريان دي تو رجعي لنا فتيساتنا. هو داك السي تما فين عرفنا نصب علينا وقف وقال لي امينه جو فيان غونت دو كونجي. انا يا دابا باقي ما عرفتش لا سيتياسيون ديال الشركه. انا جو فوار افيك مون كونطابل دون 10 جوغ ولا ميم با ميم با دون 10 جوغ 15 جوغ اعتقل هذاك هي فاش عرفنا حنا ما عرفناش واش النص. انتوما خديتوش فلوسكم؟ مي نو جامي ما كاينش. هو ملي شفنا شافنا غادي نبغيو فلوسنا هو الناس كانوا تيمشيو عنده وكاين اللي تفصل معاه كاين اللي عطى شيكات كاين اللي عطى بزاف المعطيات. علاش هو بور كالمي لو جو سي تو وما عندوش غرض. سيت ان بابي اللي عطى الناس كلهم حتى واحد ما استفد داك ان بو دو بابي ان شيك راه ما حتى واحد ما استفد منه حاليا. هنا استاذه امينه لقيتي عالم اخر بديتي كتعرفي الضحايا وفلوس كثيره شويه لقيتو نعم لقيتو حتى البنكه حتى هي واحد منها بزاف. كيفاش عاودي؟ الوغ هنايا بنيت نكتشفوا بنيت نجمعوا حنا كضحايا حنا مع العلم حيت حنايا لو دوزيام بروجي سي اون فو دير لو بروميي بروجي سا فو دير ما خدش لي زافونس بزاف بحال الناس ديال الفيلات بحال الناس ديال 2017 2018 2019 خد عندهم مبالغ عليا. هو ملي اكتشف انه الفلوس تجي فاسيلمون بقى تيطور ذاك المشاريع ديال تيطورها بانه من لي زابارتمون هوت ستاندينغ داك الشيء ما شاء الله الا شتي البروسبكتوس تقولي لا هوت ما شاء الله تتقول صافي ما يا با ديسكسيون راه ثقه كامله. مشينا مع داك الشيء دونك حنا المشروع ديالنا راه كان واحد المونطون هابط بالنسبه للناس اللي تكتشفوا دابا انهم 200 مليون 250 كاين اللي اون فامي 500 مليون راه شي مبلغ راه خياليه ما تقدرش تصدق العقل. بقينا تنكتشفوا بان الناس تنصب عليهم مع العلم اونت بارونتيز ان الفرقه الوطنيه او الدوله او الحكومه راه ما قبضت حتى شي حد الا الضحايا. لولا الضحايا ما يكونش هذا الانسان هذا المسمى بالوردي حاليا في الحبس. الضحايا بقيت تمشوا عنده كيفاش هذا الشيء عطينا هذا بقيت تطرقوا عليه اون سيمين هما تيباتوا معاه في الدار يومين في في في, في المقر ديال العمل ديالو في 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 بن سينا ثلاث ايام او اربع ايام في المقر ديال السكنه ديالو اللي ضر هو على يقين انه كان غادي يهرب. علاش عرفنا هذا الشيء؟ حيت كان 5000 درهم في الكونت ديالو عطى الناس هذا دار المشاريع دار لي بيان ديالو خرج الفلوس على برا دار المكتسبات ديالو هنا دار شركه لبناتو تطرق الامور كلها. ملي جو عندو الناس الفيلا عطاهم دي بو دو بابي دي شيك بسميه ديالو هو باش هو اشنو هو الهدف ديالو يتملص منهم كان غادي يهرب اصلا. الناس تبارك الله عليهم هاد الضحايا شي بقى معاه في المقر الدار ديالو وشي بقى على برا تيشوف الناس الطوموبيلات تيوقفوا على برا باش يحضيو ويهربوا الوردي مع العلم ان الوردي تيبغي بحال زين غادي يبغي يخرج يمشي شي حاجه وغادي يرجع. الطوموبيلات كاينين جوج على برا غادي يهزوا يديو وتبارك الله عليهم الضحايا كانوا ما شاء الله مركزين الليل على برا تيهضر مع الداخل والداخل تيهضر على برا. دونك قبطوه عطاهم دي الشيك قال لهم هذا قال لهم لا نظن الناس محامون كان واحد محامي معاهم نيت تا هو ضحيه قال لي لا غتعطينا دي الشيك وغتعطينا كم كوا بانك غادي تعطينا شي وعود بان ماشي الشيك ان بابي راه حيت نورمالمون سي فالا لي بيابل نورمالمون الشيك بيابل سيغ بلاس ماشي كارونتين غيان دي تو سافو غيان. قال لهم لا عطينا دي كارونتي عطينا هذا كتب ليهم نيت وعود. علاش دخلوا للحبس لي شيك سون بروفيزيون راه شي 20 الناس اللي عطاهم دي شيك سون بروفيزيون. لهذا عيطوا الفرقه الوطنيه قالوا لهم بانهم عندنا حنايا عندنا بانه شيك سون بروفيزيون غادي تجيو ديو جاو داو تبعوه حتى الحمراء. هو اللي كان هو كان بغي يهرب وي اكيد. قالوا لهم دار شي مراوغات هزوا الشيفور ديالو غادي للمطار. واحد الفيلم امريكاني تابعينه بالطوموبيلات ما بقاو يعرفوا لا فوغوج ني بوليس تابعينه البوليس من اللور فيلم امريكاني تابعين فيلم من اللور هو تيتراوغ عليهم تيتراوغ عليهم تقبطوه. قال لي لا غادي نديو
لا سيغتي ناسيونال، بداو لا سيغتي ناسيونال، قال لي لا ما يمكنش نقبطوا حتى عطينا لورد الوكيل الملك. هزو داو للدار الحمراء، كان موافقه بانه مدان صافي خلاو. بوكفاوي كان معاهم، جاي معاهم اون ماليد دارجون باش غادي زعما يسلتو باش يدور ولا كيفاش داك الشيء. تبعوا بوكفاوي ما بقاوش عقاوه، دونك بوكفاوي هرب، بقى الوردي تما. هي فاش بديت يدخل لي كوميرسيو ديالو نورمالمون الدائره واسعه اكبر من ذلك. شكون اللي خلاه؟ شكون اللي عطى لوتوريزاسيون؟ شكون اللي سنى ليه في الجامعات؟ شكون اللي دعمه؟ شكون اللي كان موراه؟ لا يمكن ولا يمكن ولا يمكن ان الوردي يدير هذه التحيلات كلها عالميا، لا اقول وطنيا بل عالميا، انه كيفاش خرج الفلوس، كيفاش دار الاستثمار على برا، كيفاش خد هنا، كيفاش دار شركه لبنته، كيفاش دار لي بيان ديالو. هو تياخذ من الضحايا وتيدير لي بيان ديالو، ياخذ من الضحايا ولو درهم مشى كان تيعتقد بانه غادي يتنفع بهم الضحايا. ابدا، نقول لك شي هادشي تتقولوا راه تاخذوا من عند الضحايا وتديروا بهم باش تكملوا اراضي، وكون عاك انا باش يكملوا موالي الاراضي. نو مسيو، تيدير لي بيان، ما كاين لا مراوغات مع موالي الاراضي. دابا حتى اصبحوا موالي الاراضي اللي كان معاهم شركات اصبحوا تهما مطالبين بالحق المدني حاليا، وابناك تهما مشاركين، داير يد مع الابناك، الشيك تيدخل. نعم، وطلب ديون من البنكات عاوتاني. هذيك باقي ما وصلناش ليها. دابا كان احتيال حتى مع الابناك، انهم الابناك تندخلوا الشيك اليوم الغد تيتصرف، اولا في الدقيقه في الساعه تحطوا من هنا تتهز من هنا. دونك سافو دير راه ما يمكنش البنك المغربي ما تعرفش السيوله ديال الاموال، بما ان الشركه تتكون عندها اون موفمون في الشركه، هي دي بيس جوستيفيكاتيف كوم كوا هاد الشيك خرج فين مشى، هاد الشيك خرج فين مشى. هو ما عندوش لا كونتابيليتي انتيريور ديال الشركات، لا الابناك ما بغاش يستجبوا معنا باش يقولوا لنا سيوله الاموال فين مشات، كيفاش خرجات، كيفاش هذاك الشيء في المشاريع. اي داكور، عنده ان كونتابيليتي انترن، فين هما الريوانينا؟ مال الكونتابل ما بغاش يعطينا المعطيات، الابناك ما بغاش يعطينا المعطيات، لا بنك دي ماروك ما بغاش يعطينا المعطيات، رفضنا، قال لك حنا ما نضميش الملف ديالكم داك الشيء مع الوردي. ولكن فينا هما؟ شكون غادي يعطينا؟ حنا قصد هاد الضحايا كلهم، خلاصة الكلام خاص هاد الضحية كلهم هما استرجاع أموالهم، أما داكشي كله اللي بقى تيبقاو حقيقة نحترم القضاء ونحترم رئيس الجلسة اللي تنعترفوا ليه بالنزاهة ديالو، بالكفاءة ديالو، بالنزاهة ديالو. حنا عارف الدوسي عارفوا عن ظهر قلب، فوالا بهذا المعنى، بانك كانه هو ضحيه تهضر في بلاصتنا. ولكن لولا كون عطاه جميع الاطراف وجميع المعطيات لذاك الدوسي ما يكونش في النهايه ديالو اللي غادي نشوفوها اليوم او غدا او لا سيمين بروشين، ما عرفناش داك الشيء. ولكن هدف الضحايا هما وصولهم بالاموال، ني بليس ني موان. باقي عندي يا استاذه امينه سؤال في الموضوع كيتعلق بذاك الجروب اللي درتو تما، بديتو كتلقاو اللي تشلل اللي مات. هذيك مرحلة المآسي اللي عشناها، اللي ولينا تنعيشوا كأسرة واحدة. واحد إلا مرض حنا تنمرضوا معاه، فرح حنا تنفرحوا معاه، تنوصلوا سبعة الأموات مشاو هكاك جراء الناس في مقتدر العمر. أخت في أمريكا كانت معانا تتوقف، ما كملتش 15 يوم عيطنا راجلنا من أمريكا قالنا توفات، ما صدقناش، ما هذيك راه قات صدمة. واحد الحاج كان ديما معانا مسكين، ما ازرنا في الوقفات ديما معانا، تنكتشفوا حتى هو مات. عده اشخاص ماتوا، كاين الناس اللي تشلوا، كاين الناس اللي حاليا تيشربوا الدواء. اخت معانا كما قلتها في لقاء الفارط، انها مسكينه راه هي دابا تتعاني، راه هي اوسبيتاليزي، عندها عمليه جراحيه. ما نقولكش، اما الحاله النفسيه مأساة كبيرة 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 بزاف. الناس لأن ما بقاش عندهم هدف في الحياة، الحياة ديالهم ما بقاش عندها معنى، ماشي حيت الفلوس مشاو، دمروا ولادهم. كاين اللي بغى يقري ولاده على برا، ما كانوا دوك الفليسات غادي مثلا ما بغاش، ما كاينش الأرض غادي يقري وليداتهم. مأساة كبيرة كبيرة كبيرة، لو نعاود حتى لغدا ما غاش نقدر نوصف لك هذه المأساة اللي تعيشوا هاد الضحايا هادو.
أستاذة أمينة شكرا ليك والله العظيم، عطيتيني حوار شيق وفيه معطيات أكيدة ومعطيات كثيرة، وناقشتي معايا الملف من جميع الجوانب. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا كما قلت في السابق، أمينة تجيد الحوار متتبعة، وبعض النقط غادي راح للرأي العام كيفاش كتصرد في أشياء تتعلق بالأبناك، وهي في حد ذاتها كانت إطار بنكي ملمة بالإجراءات اللي كتخص الأبناك. بطبيعة الحال واقعة باب دارنا صدمة وكارثة، السبب فيها أطراف هما الآن معتقلين والملف بيد القضاء. السؤال المطروح هو ما هي منهجية الدولة والحكومة لتدبير المساعدة لهذه الضحايا؟ أموال طائلة مشات أكثر من 90 مليار والكل يعاني كما سمعتوا في الجانب الإنساني. مشاهدينا الكرام ما يهمنا أكثر في الموضوع نقل الخبر والوقائع بصدق وبأمانة، وكذلك تقديم الإفادة للرأي العام حتى لا يقع يوما ما في المحظور. مشاهدينا الكرام نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد وننتظر الأحكام فيما يخص ملف دارنا. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.